الملك ده بقى كان كل ما يبني صار ولا انت روشني انا ما تروحش يا عم استنى ما كان ياخدها وينزل تحرير يضرب في المنظارين. فقعد 20 سنة في الثورة. وعمل ايه في ابو الهول؟ ابو الهول بقى الشل يا عيني، شفت انت؟ لان هو كان قشط له مراخيره بالسافوريا. يا ابني التاريخ كله يا ابني. ده حكم والله. امال ايه؟ انتوا هتغفلوني يا انتوا ولا ايه؟ فين ادي الواجب منك لو؟ تعالى يا ابني اطلع معايا يا ابني. فين واجب ولا؟ ايه يا عم؟ تعالى ايه يا عم؟ على فين واجب يا عم؟ عامل الواجب على الطلاق. عملت ايه يا عم؟ عامل ايه يا عم؟ اللي هو يا واجب النصوص. استنى يا واد عشان ملبوخ. نصوص؟ عامل النصوص. حافظ النصوص؟ حافظها نص نص. عشان نصوص حافظها نص نص؟ حافظها يا عم. طب سماعنا. قال الشاعر زي الزمان مالكيش امان واشكرك يا اللي نزلت جدول وضربتها. جد مش ده جدول ضرب يا تاني يا ما انا بقى بعد ما شربت اتدشملت وقلعت ملط ودهنت نفسي زيت عشان اتزفلك وقلت محدش يهمدني. يا مش ده الضرب يالا، الضرب التاني اللي هو بتاع 35 يوم وشادية فين؟ لا ده ضرب الزمن الجميل ده انا ماليش فيه. يعني ايه ما عملتش ده؟ ما عملتش. لا يا معلم. اقعد. ومين تاني عمل واجب يا واد؟ انت عملت واجب انت؟ ما بعملش واجب. تعملش واجب ليه؟ عشان الواجب عند امه حواجب. واجب عند امه حواجب. ماشي يا عم ماشي خلاص ما تعملش. والواد اللي وراك ده ايه؟ انا عملت الواجب. عملت ايه؟ كان عليا واجب كيمياء. كيمياء عملت ايه في الكيمياء؟ كيف تصنع المولوتوف. كيف؟ بنجيب المولو والتوف ونلزقهم في بعض يبقوا مولوتوف. مين اللي قال الكلام ده؟ انا قلت ده؟ ايوه يا معلم. انا قلت كده؟ ايوه يا بس. يبقى انا كنت مغايب يبقى عام. لا لا انا بقى عايزين تعرفوا المولوتوف ده يصنع ازاي. الحصه دي كيمياء اهي. كله ركز معايا. دي الكاف وانا اوريه القط. يا اسمها ايه اللي انا معايا؟ السكرتيره. سناء. ايوه يا راي. ايوه يا مستر اكس. خش يا بنت. اتفضل. خش بالبضاعه. انا هديكوا الحصه دي حصه الكيمياء والبتاع ده يا دبخه يا دبخه. حصه الكيمياء اهم حاجه عشان نصنع الموضوع. استنى انت هو عشان لازم اللبس عشان الشعر ما يقعش في الدق. ها كده اهو. فهمتوا ايه؟ مش فاهم؟ لا خالص. ما هو مولوتوف. هنصنع المولوتوف اول حاجه هنجيب ازازه بيره مشبره
والجبال انا هما شاربها ونقوم مستخدمين ازازه فارغه. ماشي؟ ما ينفعش نجيب ازازه برفيوم؟ ازازه ايه؟ برفيوم. برفيوم ايه الكلام ده؟ لو راح تهاجم ست ستارز يا لو تخش تجمع بلطجيه زاك بالظبط. ها لازم ازازه بيها مشبره واشربها وبعدين تقوم جايبين بعض 50 سنتي من البنزين و50 سنتي من السرار و50 سنتي 95 وبعدين تجيبوا حته شاش كده اهو وحته الشاش دي بتسقسقوها في بنزين. ثانيه واحده، هو يعني ايه تسقسقوها؟ سقسق الشاشات في البنزين. يعني انت لما تحط الشاش في البنزين بيعمل ايه صوت؟ هو كده بيسقسق كده بيسقسق. ساسا هداف ده كده اهو، وبعدين بتعمل ان هو في ازاز المولوتوف وبتقذفها على الخصم. بس انا اسمع ان بيتحط فيها مسامير يا مستر اكس. مسامير دي لو انت بتهاجم نجارين. لكن انت لو بتهاجم خضريه بتحط خيار وبتعمله ترانشات عشان ينزل الارقام. ولو بتهاجم فكهانيه تجيب فراوله بتاعه امبارح وتقوم ايه عشان تعمل دم. ماشي؟ يبقى كده عرفتوا انتوا المولوتوف كافيت تصنيع المولوتوف؟ لا. الله ينور عليك، الله ينور عليك. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة، في معانا اتصال. ألو، سلام عليكم. ألو، عليكم السلام. مستر إكس معايا؟ بس وقت التلفزيون عشان بقى ما يجي نولع في البيت. أنا مش مشغلة التلفزيون. وطيه برضه واحترمي نفسك. عندي استفسار يا مستر إكس. اتفضلي. انا دلوقتي لو عايزه اسيب لجوزي من غير ما ياخد باله اعمل ايه؟ من غير ما ياخد باله؟ يعني بصي، مش مهم هو ياخد باله، المهم الحكومه ما تاخدش بالها. يعني هو جوزك ياخد باله لانه هيكون اتكل على الله يعني خلاص. الو الو. ايوه. الاتصال اتقطع، الاتصال اتقطع. يبقى حد يروح يخطف الولايه دي. ها عرفتوا كده كافيه تصنيع المولوتوف؟ اه. وليه اللي اسمك سناء؟ يا سناء. ايوه يا مستر اكس. خد يا وليه الاكسسوار ده. هات يا مستر اكس. يلا عندنا ايه حصه؟ ايه تاني؟ مين عمل واجب؟ هو انت عملت واجب؟ انا ابو الواجب كله، احلى واجب لاحلى مستر. هو ده الواجب صح يعني. الواد ده جدع. ما تقعدش كده. الله ينور عليك، الله ينور عليك. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة، في معانا اتصال. ألو، سلام عليكم. ألو، عليكم السلام. مستر إكس معايا؟ بس وقت التلفزيون عشان بقى ما يجي نولع في البيت. أنا مش مشغلة التلفزيون. وطيه برضه واحترمي نفسك. عندي استفسار يا مستر إكس. اتفضلي. أنا دلوقتي لو عايزة أسيب لجوزي من غير ما ياخد باله أعمل إيه؟ من غير ما ياخد باله؟ يعني بصي، مش مهم هو ياخد باله، المهم الحكومة ما تاخدش بالها يعني. هو جوزك ياخد باله لأنه هيكون اتكل على الله يعني خلاص. ألو؟ ألو؟ أيوه. الاتصال اتقطع، الاتصال اتقطع. يبقى حد يروح يخطف الولاية دي. ها عرفتوا كده كافيه تصنيع المولوتوف؟ اه. وليه اللي اسمك سناء؟ يا سناء. ايوه يا مستر اكس. خد يا وليه الاكسسوار ده. هات يا مستر اكس. يلا عندنا ايه حصه؟ ايه تاني؟ مين عمل واجب؟ هو انت عملت واجب؟ انا ابو الواجب كله، احلى واجب لاحلى مستر. هو ده الواجب صح يعني. الواد ده جدع. ما تقعدش على كرسي كده. ماشي يا عم. ابو
الواجب كله. الواد ده عمل الواجب صح. سقف جامد الواد ده. ها مين عامل واجب تاني؟ انا عملت الواجب. انت عملت واجب؟ واجب المحفوظات. وحفظت المحفوظات؟ حفظت كويس. قول يا الواحد واقف مظبوط والاثنين بتبص عليه والتلاته ولاد سنين والقطاتي صغيره اسمها نميره. قطاتي يا واد وصغيرتي يا واد. يا واد واجب ايه ده يا واد؟ ولا ايه يا ابو لسان؟ هو القطاتي الصغيره الحق يا عم قولها له صح يا عم. قطاتي يا الواجب. انت عملت الواجب اهو. فين الواجب بتاعك اهو؟ واقف بره. الواجب واقف بره بيعمل ايه بره؟ يا واجب اهو زي ما علمتنا يا مستر. وشه ضبه ومفتاح و12 غرزه. لا ولا هتشتغلنا انا ولا دول مش 12 غرزه دول 11 بس. لا مؤاخذة يا مستر. 12 البيت كده شويته يا واد دول بيبقوا 14 يا واد. مش كده لا كده يا عم مش كده لا كده وربنا يقتله. بتاعك اهو اتعلم منه انت ساكت. وريني خش كده واد خش خد نور. بص المطوة تتمسك كده اهو بزاوية قايمة. زاوية قايمة 45 درجة كده او 90 يعني مطوة فاهمة. وتقوم نازل مذاكرة وش الوقت. عايز اقول لك حاجات كتير بس كله يتشاف. يعني دلوقتي في حرية اي حد يقول اي حاجة وفي الاخر الكبار فقط. بص انت تمسك المطوة الزاوية بتاع دي والمطوة اهم حاجة تنزل تزغرط في وشه كده هو زولي تنزل تزغرط. ما تزغرطش يا انت. الله ينور عليك. يلا خد الواجب بتاعك ده هبس وشه وشوية بن وهتقوم لي بفنجان. يلا يلا خلاص كده خلصنا الواجب. طب انا عايز اقول لكم بقى بقين بقين دول مفيش حد اقولهم لكم في اي حته تانيه خالص. ماشي بقين دول اللي هم الاقوال المكسوره. ها وانا اللي قصيرها الاقوال دي كلها. اهم حاجه صاحبك حبيبك اول ما يديك ظهره غفله وغزه. ماشي. دي أول واحدة. ماشي؟ تاني واحدة يا واد؟ ها؟ تاني واحدة بقى؟ إيه؟ 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 تاني واحدة بقى ياخدوها مني. يصعب عليك؟ يفقرك. يصعب عليك إيه؟ يفقرك. يصعب عليك إيه؟ يفقرك. خدوا تالت واحدة. إيه؟ واللي يعيش ناكلي ده نعمل معاه ايه؟ حافظ كله. تالت واحدة بقى عيش ناكلي تموت مسطور. عيش ناكلي ايه؟ تموت مسطور. عيش ناكلي ايه؟ تموت مسطور. عيش ناكلي ايه؟ تموت مسطور. تياترو مصر في تياترو مصر.
رح تلاقي نفسك أزمتك أزمة مبادئك لو مفيش حل لمشاكلك سخرية منك لنفسك وقت هديك بالقلم تضحك تفوق في تياترو مصر يا جماعة معقولة معقولة ده أنا علمتكوا كل حاجة معقولة صاحبكوا يديكوا ظهره تعملوا فيه كده صاحبك لو اداك ظهره غفله وغزه كمان صح طب يعني أنا مش صعبان عليكوا اللي يصعب عليك يفرق صح مين اللي علمكوا ده؟ إيه أنت يا معلم صح طب يا جماعة يعني معقولة يعني بجد راعوا ان انا برضه علمتكم حاجه وما علمني انت ما علمتناش حاجه يا عم انت قلت لنا عيش ندم تموت مفلوق ونفتح اهو تفتح المطوه بزاويه 45 اللي عارفه وتخش بقى سوي الجو وتزغرط طب ما بتزغرطش ليه يا عم زغرط طب انا عايز اقول لكم حاجه بس قبل ما نخلص يعني اقول لكم حاجه قبل ما تعملوا اي حاجه فعلا حكمه قول اللي يمشي ورا البلطجيه ما يخلاش من ايه من المولوتوف